جدا، ويمكن المشاريع اللي نحن بنطبقها هي نفس المشاريع اللي بدأنا تطبيقها في دولة الإمارات. يعني اللاعب يحتاج إلى مدرب مؤهل، يحتاج إلى مصنف مؤهل، يحتاج إلى حكم مؤهل، ويحتاج إلى مراقب مؤهل. سنصل إلى هذه الدول إن شاء الله، مثل ما بدأنا هنا في دولة الإمارات وأصبح مركز التميز الدولي مقر دبي في دولة الإمارات. راح نصل إلى الدول الآسيوية، وراح ننشئ مراكز متخصصة، وراح نهيئ بيئة للاعب، لأن نحن الآن محورنا الرئيسي واللاعب، وراح نهيئ له إن شاء الله كل الأجواء بأنه يكون يؤدي رياضته بالصورة اللي تصل بأبناء قارة آسيا إلى المحافل العالمية. نعم مايد، يمكن بنتطرق بعد للموضوع بأن كل النقاط اللي قلتها على أساس تهيئ اللاعب وفي مختلف قارة آسيا، أكيد بتوقف عند شيء واحد، الصرف. كيف راح يكون؟ كيف راح تقدرون مثلا بمبالغ على اساس ان انتم لجنه اسيويه؟ فكيف راح تنظمون هذا الشيء من خلال الدول نفسها؟ هي راح تساعدكم مثلا من خلال ما ممكن تسوي نفس الصندوق تجمعون فيه بعدين يتوزع على الانديه، ام كل دوله هي يعني مناطه بان تكون الدافع الرسمي لها من خلال حتى سبونسرية؟ هو الصندوق ما بيسد، نبغى شيء أكبر شوي. لا بالعكس، شوف أنت لما يعني لما دخلنا نحن أو دولة الإمارات قررت أن ترشح واحد من أبنائها لهذه المهمة وهي قيادة القارة الآسيوية في مجال رياضة ذوي الإعاقة وتطويرها، أكيد أنه هو يعني ممثل هذه الدولة يحظى بدعم من الحكومة، من قيادة هذه الحكومة. فأنا يعني خليني أيضا انتهز الفرصة هذه، لأن لما قدمت الملف لسمو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيت منه كل دعم وكل تشجيع، وأكد لي بأنك أنت قادر أنك أنت تفوز، ونحن سنكون معك إن شاء الله أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات. حلو. ومن ثم أيضا قدمت الملف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في مناسبة التقينا معاه، وكذلك أكد في ثقته بقدرتنا بالفوز، وأنه إن شاء الله سيكون دائما داعم للقارة الآسيوية في مجال رياضة ذوي الإعاقة، وهم أوريدي داعمين يعني هذا الأمر. حلو. فمرتكزاتنا نحن راح تكون مبنية على عدة مصادر. المصدر الأول هو الدعم الحقيقة اللي إن شاء الله راح نحصل عليه من قيادة دولة الإمارات ومن دولة الإمارات. المصدر الثاني اللي هو اشتراكات الدول السنوية في القارة الآسيوية. عندك أيضا المصدر الثالث هي المنظمات التي تعمل لدعم المشاريع هذه. حلو. مثل منظمة أجيتوس الذراع الاقتصادي للجنة البارالمبية الدولية. عندك المنظمات الخيرية في منتشرة في دول العالم، الأمم المتحدة عندها مشاريع تنموية كبيرة تصرف عليها في دعم رياضة ذوي الإعاقة، فراح تتنوع إن شاء الله مصادر الدخل. وإحنا أيضا بصدد التفكير الآن وتقديم مشروع استثماري. حلو. يعود بنفع أو بريع سنوي ثابت حتى نحقق استدامة في الدعم إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق مايد مع الله يبارك فيك ربعكم وكل الموجودين في اللجنة البارالمبية الآسيوية. نعود إليكم أعزائي المشاهدين، ونعود أيضا للبطولة اللي نحن في صدد نقلها حاليا. أربعة أيام متواصلة راح يكونون اللعيبة هني واللاعبات في مختلف أيضا الفئات، هي الإعاقة البصرية والشلل بأنواع الدماغي والحركي والذهني، وأهم شيء تطبيق القانون الخاص باللجنة البارالمبية الدولية في هذه البطولة. مايت، هو وصولك أنت للمستوى العالمي ويعني اختيارك لأن تكون انطلاقة الجائزة الكبرى، وتعتبر أنت في خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكبر بطولة أو أكبر جولة من جولات الجائزة الكبرى على مستوى الثمان مدن اللي تمر عليها هذه الجائزة، هذه بلغة الأرقام طبعا والإحصائيات. خلينا نبتدي معاك مع المشاهدين الآن في أول أيام البطولة، وهي منافسات طبعا اليوم 22 فبراير، وراح تكون معنا إن شاء الله اليوم 42 مسابقة ما بين مسابقات الميدان والمضمار بمختلف الإعاقات، وإن شاء الله راح نكون معاكم من خلال مسابقات الميدان اللي هي الرمي
نعم. وايضا الوثب والقفز راح يكون عندنا ان شاء الله 10 مقاطع، واكيد ان كاميرات دبي الرياضيه المتواجده في كل نادي الضباط هنا منتشره، راح نكون معاكم اول باول عندما تنزل اي كاميرا على مقطع من المقاطع. راح نخبركم المنافسات اللي راح تكون فيها والفئات اللي راح تشارك. مثل ما قلنا راح البدايه طبعا بدات الان بمنافسات دفع الجله. نعم. للسيدات في فئه 53 و54 هناك راح تكون في او في راح يكون مسابقتها في المقطع رقم 1، وايضا راح تكون بمشاركه 5 لاعبات يمثلون كندا، ايران، تونس، البحرين، وبيتنافسون في فئة 53-54. وأكيد عندنا وقت نشرح أحمد أكثر عن فئات 53 ماذا تعني، وفئات 31 ماذا تعني. عندنا أيضا في المقطع رقم 8 راح يكون في سباق رمي القرص للرجال في فئات 32-51-52، وعندما نتحدث عن هذه الفئات نحن نتحدث عن الفئات يعني الـ 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 نوعا ما من الناحية العضلية هي أقل الفئات قوة في العضلات. نعم. هناك أيضا في هذه المسابقة راح يكون معنا يعني 9 لاعبين بالمناسبة أحمد في رمي القرص للرجال 32-51-52، من بينهم صاحب فضية لندن اللاعب أجيراس أبينيس من لاتفيا، هو صاحب فضية لندن للألعاب البارالمبية 2012. أيضا من اللاعبين المميزين اللاعب الجزائري لحروي بلهاز اللي أيضا أحرز برونزية في دورة الألعاب البارالمبية في لندن، يعني يمكن أبرز اللاعبين هذيلا في يشاركون. في فئة 51 عندنا اللاعب التونسي محمد زمزمي حقق في أولمبياد لندن أيضا برونزية لبلده ولنفسه، وطبعا عندما نتحدث عن الألعاب البارالمبية طبعا هي قمة الألعاب وتعتبر يعني ثالث أقوى مسابقة في العالم بعد بطولة الفيفا كأس العالم، ودورة الألعاب الأولمبية تأتي في المرتبة الثالثة دورة الألعاب البارالمبية. يمكن في المقطع العاشر راح يتابعون مشاهدينا عبر دبي الرياضية ونعيش معاهم إن شاء الله مسابقة رمي القرص للرجال. نعم. فئة 34. لو نقف عند هذه اللقطة الآن مدام نحن على الهواء الآن ونحدثكم أكثر عن هذه الفئات اللي نشاهدها أمامنا. طبعا هذه فئة يعني فئة الأقزام ماجد، فئة الأقزام ويمكن يكون وياهم في خلط في الفئات ولا لازم يكون بس من فئة الأقزام هم بس؟ لا طبعا مع بعض، ما يشتركون مع بعض، ما في يعني لا 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 ما في، يلعبون مع بعض بنفس الفئة. طبعا اللقطة اللي شفناها نحن في رمي القرص لفئة 40-41، وهذه اللي يطلق عليها فئة الأقزام. اللاعب اللي نفذ الرمي الآن هذا اللاعب وليدان نكلاوي من إيران، يعني أو من العراق عفوا، من العراق. وليدان من العراق، اللاعب رقم 166 رقم الصدر. هنا على الشاشة أيضا اللاعب رقم 216 اللاعب الكويتي عبد الله السيف، هذا عبد الله السيف لاعب الكويتي مواليد 94، لا يزال ينتظره الكثير في عالم الرياضة، يمكن كمل 21 سنة ما شاء الله. الآن هذا اللاعب مجتهد جدا، أيضا شارك في بطولات كثيرة الحقيقة، ويأتي هنا ليختبر نفسه ويختبر أيضا قوته في بطولة فزاع. الأبرز في هذه المسابقة أحمد البرازيلي اللي هو جوناثان سانتوس اللي هو حقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأخيرة في لندن 2012. اللاعب سانتوس جوناثان من البرازيل، وراح نشوفه إن شاء الله هنا في مسابقة رمي القرص. يمكن عندنا في دفع الجلة أيضا في فئة المكفوفين راح يكون للرجال أيضا دفع الجلة نهائي في فئات ال 11-12-13، بالإضافة إلى فئة ال 20 اللي هو الإعاقة الذهنية، وهذه راح تكون إن شاء الله على المقطع رقم 4. طبعا المضمار إلى الآن فاضي، راح تبتدي الساعة 4 على الانطلاقات السريعة. أكيد. والكل ينتظر مايد أكيد السباقات اللي بتكون على التراك ب 100 متر 200 متر 400 متر كل هاي. نعم.
الناس اكيد يتريون سباقات السرعه وهي دائما ما تجذب الجماهير وتجذب كل من يحب ام الالعاب، خصوصا اني يمكن نحن في دوله الامارات وخصوصا في نادي ضباط الشرطه الذي يعني نشكر جميع القائمين على هذا النادي بانهم دائما ما يسمحون لبطوله فزاع لذوي الاعاقه يتواجدون هنا ويتمتعون حتى بالمبنى هذا والصرح والبنى التحتيه لهذا النادي المتكامله. يعني نادي الضباط نعم احتضن بطولات فزاع من جولتهم او من نسختها الاولى، نعم. فبالتالي يعني هو شريك اساس في عملية تطوير هذه الرياضة وتطوير هذه المسابقة، والحقيقة يعني مثل ما ذكرت أنت وأذكر أنا أيضا باسم اللجنة المنظمة يعني كلمة الشكر الحقيقة نعجز عنها لنادي ضباط شرطة دبي على كل هذه الإمكانيات اللي واضحة أمامنا مشاهدينا على شاشة دبي الرياضية، كلها مسخرة لهذه البطولة، كل المنشآت اللي موجودة هنا مسخرة لهذه البطولة. خلينا نتابع الآن أيضا مسابقة هنا على الشاشة في دفع الجلة للسيدات في فئة 53-54، وهذه اللاعبة اللي أمامنا هي اللاعبة الألمانية مايد. يمكن هذه البطولة يعني متعودين الناس في الغير ذوي الإعاقة هم يرمي كرة ويرجع مرة ثانية، بس هني يظل حتى يرمي تقريبا 3 كور. وفي شوف في قانون الرمي بالنسبة للكراسي المتحركة اللي يرمون على الكراسي الثابتة هذه أنت تنفذ 3 رميات، نعم. لأن عملية ربط الكرسي وتثبيته وشيلته أيضا تأخذ وقت كثير من المنظمين، لكن بعد 3 رميات طبعا يتم تصفية أفضل 8 رماة لينتقلون إلى 3 رميات أخرى. بالمناسبة اللي أمامنا الآن هذه اللاعبة الألمانية مارتينا ويلينغ صاحبة المركز الرابع في دورة الألعاب البارالمبية في لندن، هذه أيضا تنضم إلى زميلتها صاحبة فضية لندن أو فضية الألعاب البارالمبية في لندن اللي موجودة أيضا في نفس المسابقة اليوم، مارياني بونيغن هذه اللاعبة الألمانية اللي حققت الميدالية الفضية في أولمبياد لندن. دفع الجلة هنا أحمد يعتمد اعتماد كلي على عضلات الكتف وعضلات البايسبس وأيضا عضلات الترايسبس، وبالتالي أنت الآن يعني الجزء الأسفل عندك مربوط تماما، نعم. ويمنع أنك أنت تستخدم أي جزء إذا كان عندك يعني قدرة من رجلك أو قدرة، فلا بد أنك أنت تستخدم الجلة. لاحظ الآن إيد اللاعب الألمانية هذه اللي معانا مارتينا شايف إيدها، شايف البايسبس اللي عندها، صحيح. والعضلات اللي مشدودة الآن في المسابقة، لابد ان تدخل او تحط الجله. طبعا يعني عمليه رمي الجله في وضعيه الجلوس صعبه جدا، تحتاج الى ضعف عمليه الرمي وانت واقف او انك تستخدم عضلات رجلك وايضا الاتزان والحركه في هذا. شايف الان اللقطه هذه لمارتين ترمي الان، اعتقد ان هي يعني بالمناسبه الرقم العالمي لهذه الفئه في هذه المسابقه هو 9.6 سنتيمتر، وهو الرقم الذي لا يزال مسجل عالميا ولم يحطم. على طاري الارقام احمد، تدري ان يعني اللجنه المنظمه لبطولات فزاع رصدت ايضا جوائز ماليه غير عن الجوائز اللي حصل عليها الاول والثاني والثالث، في جوائز ماليه لمن يحطم الارقام العالميه، ما شاء الله. وبالتالي يعني احنا في بطولات فزاع في نسخها السابقه ارقام تحطمت، نعم. فبالتالي هذا تشجيع وحافز من اللجنة للأبطال العالميين لتحطيم الأرقام هنا في هذه النسخة السابعة. طبعا أنت أحمد اليوم لو لو لو, لو ترجع لنا الكاميرا الآن في الاستوديو عاملين لك نحن شكل خاص، لأن السنة هاي لزمنا أن المذيع أحمد عبيد، هذه اللقطة الآن لزميل أحمد عبيد وهو على كرسي متحرك يجلس معنا. هذا الكرسي طبعا نجالس عليه هو كرسي خاص برياضة كرة السلة، ويمكن أحمد شاء يعني لعب وساهم، قلنا اليوم المذيع معانا يعيش الأجواء وراح نجلس على هذا الكرسي طول مدة البرنامج، حتى في البريك لما نطلع لأي فاصل راح تبقى أنت على الكرسي ونتحوط معاك ونتمشى في أروقة البطولة. شو قلت؟ أنا لين الحين متفق ياك ماجد، نعم. حتى لما كنا في بطولة كرة السلة، بس لين الحين بنشوف الضيف إن شاء الله إذا بينا هني أيضا طلبت يكون له كرسي، نعم. يكون ويانا على الكراسي على أساس يكون الجماعة هنا، يكون التكافل هنا، يكون أن نحن في قالب واحد، نعم. على أساس نفهم
ونحس بدول الإعاقة كيف يكونون يمشون بهذا الكرسي، كيف مثلا يطلعون برا على البيت على اساس يكونون حتى يوم يشوفونكم يحسون بانهم منصهرين داخل المجتمع، مع ان حكومتنا الرشيدة الحمد لله ما قصرت في هذا الشيء، وجميع اللاعبين لديهم الأندية الخاصة فيهم، لديهم ممكن حتى الشغل الخاص فيهم، فكل أمور الحياة مسهلة لهم والحمد لله. وأنا اليوم نفس ما قلت أنت على أساس أن أكون في ضمن هذا في ضمن هاي المنظومة، وفي يعني من 2008 لحد الآن أنا تعودت. لا بارك الله فيك، وأنت ما شاء الله يعني خير مثال لصديق ذوي الإعاقة، يعني شاركت معاهم من البداية ويمكن سافرت معنا بطولات كثيرة، والحقيقة نحن نتشرف بتواجدك معنا. شرف لي. وهذه اللقطات مشاهدينا الكرام لعمليات الإحماء الآن، عمليات الإحماء لعملية الوثب الطويل للرجال، ويمكن هذه راح يشارك فيها 12 لاعب. هذا اللاعب اللي في الصورة يسخن الآن هو اللاعب الألماني ماركوس ريهم، الألماني في فئة الـ44. لكن خلونا نخبركم شغلة على أساس أنه في واحد ممكن يسأل من المشاهدين يقول لك طيب هذيلا يعني الفئات مختلفة، في واحد عنده بتر، في واحد يجري، لا لأن يعني في هذا النوع من الفئات أو مسابقات إذا يتم دمج الفئات، يعني هذا اللي أمامنا الآن هو لاعب شلل دماغي، فبالتالي راح يشتركون فئات الشلل الدماغي من 35 ل 38 بالإضافة إلى فئات البتر اللي هي 42 و44. زين، حاليا مثل ما قلت انه في اختلاف ويتم تحديدهم مثلا كل واحد بفئته، نعم هم يعطونهم النتائج بس لاعبين مع بعض، ما يأثر على اللاعبين مثلا الثانيين ان الشلل الدماغي يدخل مع البتر؟ لا، هو عموما في الدورات البارالمبية ما يندمجون مع بعض، ما في شك يعني، لكن في بعض البطولات الدولية مثل بطولة فزاع هذه الجائزة الكبرى عندما ما يكون العدد مكتمل حسب القانون الدولي كامل فيتم دمج الفئات. لكن بالعكس دمجها يعني أثبتت الدراسة السابقة بأن دمجهم يحمس الفئتين، يعني يحمس لاعب البتر أنه يوصل للشلل الدماغي ويحمس الشلل الدماغي أنه يوصل للبتر، لكن طبعا نتائجهم منفصلة، يعني النتائج ما تحسب لأن هذه قدرات مختلفة. ومثل ما ذكرت لك الآن عملية الإحماء هاي راح تبتدي 3:30 المسابقة رسميا، عندنا 12 لاعب تقريبا راح يشاركون في هذه البطولة، من كازاخستان، من ألمانيا، من اليونان، من المملكة العربية السعودية، من ليتوانيا، من فرنسا وماليزيا وكازاخستان أيضا، يعني أكثر من لاعب من كازاخستان، وعندنا أكثر من لاعب من ألمانيا، عندنا الماليزي أيضا اللي واضح أمامنا الآن في الصورة اللي يستعد الآن تقريباً عامر، هذا جمال الدين من ماليزيا. ويمكن هذه واحدة من المسابقات أبو أحمد اللي شهدت رواج كثير في الفترة الأخيرة، خاصة اللاعبين يعني الكازاخستانيين بدأوا يبرزون على المستوى العالمي والمستوى الأولمبي في هذه الرياضة. هذا اللاعب اللي قبل شوي شفناه لاعب كازاخستاني، نعم أمانات كالاكايف، هذا لاعب أيضا مواليد 91، وسبحان الله رقمه 91 191 يعني هذه الخطط، شوف هذه الدول اللي تشتغل لمدى طويل، يعني كازاخستان الآن، ماليزيا، فرنسا، ألمانيا، تحضر لاعبينها للدورات القادمة، لبطولات العالم، لدورات البارالمبية القادمة، تحتاج بطولة قوية مثل بطولة فزاع ليتم تصنيف لاعبها بصورة صحيحة بالضبط، ولمشاركته بالقوانين الجديدة اللي تطبق في دولة الإمارات هنا في بطولة فزاع في دبي بكل حذافيرها الحقيقة، عشان كذا المدرب واللاعب يطلعون من هنا بفوائد كثيرة، ما بس فائدة المشاركة في هذه البطولة. إذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر شاشة المشاير، ما زلنا نحن متواصلين معكم ومتواصلين مع الحدث الأميز، بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، الجائزة الكبرى لذوي الإعاقة 2015. مايد أنا أتكلم وياك جذبتني ريحة القهوة هناك بعيد، يعني فاتحين أيضا مكان توجد فيه الأكلات الشعبية والطبخات الشعبية. المشكلة يعني فيصل درويش
عندنا المنتج فيصل درويش ما ادري ليش اختار هذا المكان هو المخرج ياسين بيعودونا لان بنغير ريحه الاكل كلها هني. بنغير المكان ما عليك انت ما مشكله احنا بعد الفاصل بنغير المكان. طبعا احنا نوضح لمشاهدينا ايضا في كل مكان بان هناك فعاليات مصاحبه لبطولات فزاع هذا اللي واضحه امامنا في الشاشه الان. راح تكون هناك فعاليات تراثيه ركن للاكلات الشعبيه وركن للضيافه الاماراتيه كمان تابعون ركن للمشغولات اليدويه من ذوي الاعاقه يسمعونها ويقدمون هدايا لضيوفنا ولجماهيرنا. نعم. ايضا نحاول ان نحن يعني نوجه الدعوه للجماهير للتواجد والحضور في استاد نادي ضباط شرطة دبي لأن هناك جوائز قيمة خصصت للجماهير في هذه البطولة وأيضا للتعرف أكثر على هذه البطولة. طبعا الأجواء مثل ما أنت شايف الآن بدأت يعني اليوم أحمد الأجواء جميلة على عكس يوم أمس الحقيقة اللي اضطرينا فيه نحن كلجنة منظمة أن نحن نلغي حفل الافتتاح الحقيقة اللي يعني أعدت للجنة المنظمة الحقيقة كل الترتيبات وكانت فيه مفاجآت في حديقة الممزر بدبي لكن يعني الأجواء الرملية والرياح الشديدة حالت دون أننا حن نعمل حفل افتتاح في هذا الموعد واجتمعنا مع رؤساء الوفود ورؤساء يعني الفرق المشاركة وأبلغناهم بالأجواء لكن اليوم مثل ما يقولون طاح الهواء بهال المطر أمطار الخير دوق الهواء نعم لا ما دوق لا يا سأقول لك دوق ما دوق شراعي مترس لا ما دوق الهواء بعد لكن طاح عن البارحة يعني الأمطار الخير هذه نزلت الأتربة والغبار أعتقد يعني إن شاء الله راح تشهد الأجواء بإذن الله تنافس قوي. إذن أعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلين يا ماجد وأيضا مع البطولة أعزائي المشاهدين ولكن نذهب لفاصل قصير وثم نعود إليكم ابقوا معنا. وإلى بطولة فزاع الدولية ماجد البطولة لازالت يمكن الحين بعدنا نحياسين نسخن نتريا الساعة 4 إن شاء الله راحين يطلق العنان لمسابقات التراك السباقات السريعة والجماهير دائما ما تحب هذه السباقات لازلنا وياهم إن شاء الله وأسامي كبيرة وأسامي يعني إذا المتابعين عارفينهم من خلال الأولمبياد وأيضا من خلال بطولات العالم ما في شك. احنا قلنا الآن احنا البداية طبعا بدأت مع منافسات الرمي كون أن الأعداد
كبيرة جدا في الرمي. يمكن بدأنا بدفع الجلة اللي شفناها على المقطع رقم واحد في فئات 53-54 سيدات، وبدأت أيضا منافسات القرص للرجال فئات 32-51-52. عندنا أيضا الرجال 34 في رمي القرص على المقطع رقم 10، وعندنا هذه فئة 40-41 رجال اللي هو في المقطع رقم 5 في رمي القرص، وهذا اللاعب اللي مساعة علقنا عليه رقم 166 من العراق، العراقي يعود ويرمي الآن. طبعا في هذه الحالة شوف، طالما أنه ما عندك كرسي مثبت ومربوط ترمي رمية واحدة مثل القوانين اللي بالنسبة لغير ذوي الإعاقة، وتطلع واللاعب الثاني طبعا يدخل ويعمل الرمية. ما في شك أحمد، أجواء اليوم الغائمة وبعض الرياح قد تؤثر في عملية سير الأداة اللي يتم رميها، إذا كانت قرص ولا رمح ولا جلة. طبعا الجلة ما تتأثر كثير يعني، لكن ممكن اللاعب يتأثر بالهواء، لكن القرص إذا هنا تطلع طبعا خبرة اللاعب في عملية القرص، لأن أنت لما تطلع القرص بزاوية 45 درجة هي الزاوية المثالية لخروج القرص ونزوله. فإذا طلع القرص عندك، يعني خلنا نشوف اللاعب الكويتي هذا الآن، شوف القرص الآن، القرص طلع من إيده غلط، في هالحالة الهواء يعمل عمايلة مع القرص، لأنه يعتبر مثل اللي يسمونه في طيران الفلاب هذا اللي يعمل مصد للهواء، فلا بد أنه يطلع القرص. هنا اللاعب يتعلم من هذه البطولات، يستفيد من هذه البطولات، إذا كانت أمطار كيف يعني ينشف الأداء اللي يرمي فيها، كيف يكون هو مدفي نفسه دائما لما يرمي، يكون في قمة يعني جاهزيته. فكل هذه المعطيات الحقيقة من خلال بطولات فزاعة أعتقد أن هي مكسب كبير. هذا اللاعب سامان باكباز من إيران اللي هو واضح الآن يستعد للرمية، وشايف شال الفوطة الآن، هذا العراقي، هذا اللاعب العراقي، لا هذا اللاعب العراقي 157 157 اللي هو كوفان عبد الرحيم، هذا كوفان عبد الرحيم فئة 41 عمره ما شاء الله، يعني سنة الميلاد 1988، لعب لدي المستقبل، جيل قادم، جيل قادم المنتخب العراقي. هذا هو كوفان الآن، شايف يبتدي عملية الإحماء، نشف القرص بالفوطة تماما، يستعد أنه هو يعني يطلع القرص بزاويته الصحيحة. شايف الآن كوفان راح يعمل عملية الدوران، وطلع القرص الحقيقة اللي أعتقد أنه يعني يبين الآن ملامح كوفان إذا كان هو راضي على الرمية هذه ولا لا. طبعا 42 مسابقة في اليوم الأول أحمد، ما في شك أنه رقم كبير جدا بيتنافسون فيه اللاعبين، ومثل ما ذكرت أنت يمكن أكثر من 46 دولة تتواجد هنا في دبي في النسخة السابعة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، الجائزة الكبرى لألعاب القوى. يمكن نحن أيضا على انتظار الساعة الرابعة لتبدأ مسابقات الكراسي المتحركة، ويمكن يكونون الآن نزلوا الميدان. هذا لاعب الإماراتي أو لاعب منتخب الإمارات، لاعب نادي دبي اللي هو اللاعب عادل، هذا ولدكم طبعا، ولد النادي نعم هذا من نادي دبي عادل مراد، أيضا يستعد في رمي القرص. هذا لاعب جديد، ويعني بالمناسبة لما نتحدث نحن عن قصص عن قصص في الإرادة وقصص، عادل كان يعني شايف الإعاقة اللي عنده شوي عملت عنده نوع من الخجل من مواجهة الناس ومن الخروج، كون الإعاقة اللي عنده شوية صعبة جدا في ودائما ما يتعرض لي يعني نظرات الناس اللي تستدعي الرحمة والشفقة وهذا، فكان يرفض هذه النظرات ويجلس في المنزل ما يطلع برا، لكن منذ انضمامه للنادي تغيرت شخصية عادل، بدأ يبادر، بدأ يتدرب، بدأ يعني يشارك في بطولات فزاع. اليوم هو واحد من الأبطال، الآن هو يتمشى في كل مكان والناس تأشر عليه، هذا أكيد. اللاعب عادل، هذا البطل عادل، نحن ممكن نتصور معاك على قولتهم سيلفي. وين راح السيلفي مال دبي الرياضية جاسم الشعيبي لا بنيب إن شاء الله بيكون موجود معنا. فهذه قصص لما تحدث لك عن الإرادة وتحدث لك عن العزيمة عند هذه الفئة، هي صفحات الإنسان يجب أن يتعلم منها، يجب أن يأتي ويشاهد ويتابع.
برغم هذه الإعاقة إلا أنك تجد مستوى فني راقي. نعم. وأرقام كبيرة جدا. يمكن أنا أحمد لو أدخلك الآن المضمار بهذا الكرسي المتحرك ما بتقدر تلحقهم. لا أكيد. يعني هم بيطوفونك بسرعة البرق ما شاء الله. يعني دعوة للجمهور بأنه يتابعون ويعني يشوفون معنا هذه الرياضات. أجواء جميلة إذن مشاهدينا متابعينا عبر دبي الرياضية هنا في اليوم الأول لانطلاقة فزاعة السابعة لألعاب القوى الجائزة الكبرى بمشاركة 490 لاعب ولاعبة من أكثر من 46 دولة يتنافسون على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي. هنا أيضا مع السيدات دفع الجلة هذه للسيدات البحرينية عم أعتقد هذه البحرينية فاطمة. نعم. فاطمة أيضا من اللاعبات الواعدات في مجال الرياضة وفي دفع الجلة. رمية صحيحة إذن لفاطمة. العلم الأبيض طلع. البحرين أيضا من الدول اللي طورت الحقيقة منظومة رياضة الدول الإعاقة في السنوات الأخيرة. يمكن أتذكر شوي من التاريخ أحمد أن البحرين كانت من أوائل الدول في المنطقة وصولا إلى الألعاب البارالمبية. أنا أتحدث عن سيول 88، أتحدث عن برشلونة 92. البحرين والكويت أحرزوا ميداليات مو بس وصلوا في تلك الألعاب، لكن بعد ذلك صار عندهم شوية تراجع. الآن بدأوا يمشون مرة ثانية على الخط من خلال الاهتمام بهذه الفئة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في البحرين واللجنة البارالمبية البحرينية الحقيقة على رأسها سمو الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية. ماجد يمكن أنا شفت اللاعبة توها تناقش الحكم. نعم. من خلال الرمية حط له ثلاث علامات إن هي رمت الثلاث. نعم. فتبدأ تناقش لأي مدى تقدر تناقش؟ يعني شوف المناقشة هني تتم على أساس إن في بعض البطولات يقول لك اللاعب أنا ما دام عملت عملية التسخين وصعدت على الكرسي خلني أرمي الست رميات كلها. أي. خلني أرمي الست رميات كلها ليش؟ لأن عنده حفوز. لا لأن في هذه الأجواء لما يكون في طابور أو ساتول نقول نحن من اللاعبين فأنت لما تنزل عن كرسيك بعد الثلاث رميات يصيبك البرد ويصيبك الهواء وتبتدي عضلاتك ترتخي. صحيح. فعملية الإحماء اللي أنت عملتها تستغلها في الرمي الست رميات. حلو. بعد ما تجلس أنت فترة طويلة لغاية ما يرمون مثلا 12 لاعب عندك تبرد أنت عضلاتك عشان ترد تسخنها مرة ثانية وتعمل الرمية تخسر أنت البرفورمانس أو الأداء مالك. فهنا يعني يكون في نوع من الاتفاق بان انا برمي الست رميات مره واحده وبخلص يعني لان انا يعني جسمي الان جاهز للرميات كلها. هذا هو النقاش اللي داير. احيانا الحكم طبعا ينبه اللاعبين مثل ما شفنا هنا اللقطه هذه مع فاطمه انه يعني انت على شعره من الفاول لان اذا طلعتي برا مثلا المدى مال الدائره راح ينحسب فاول وحرام انت عامله رميه جميله وتخسرينها بفاول بسيط. صحيح. الحكم ينبه يعني في هذا النوع من طبعا لكن ممنوع على اللاعب انه يناقش الحكم اذا كانت الرميه خطا اثناء اللعب ممنوع انه يناقش ولا يحصل على انذار ومن ثم يعني يستبعد من المباراه يمكن يحصل على الطرد. هي تقريبا لما شفنا لاعبه الامارات عاشه نصيبه متى متواجده ايضا من ضمن اللاعبات اللي راح يرمون ان شاء الله. لا هذه بس ما راح تكون تلعب معاهم في نفس المجموعة هني في رمي الجلة للسيدات. لا راح تكون في منافسات من نادي العين هني. هذه فوزية أحمد هذه فئة ال 55-56. وبالمناسبة الآن احنا ما دامنا يعني في بداية او في مستهل انطلاقتنا مع دبي الرياضية في النقل للمشاهدين راح نوضح لهم الآن الفرق في ارقام الفئات. يمكن كثير من الناس يتساءلون شو هي الفئات لما تقول 12-33-54 فنوضح الآن بعض رؤوس الأقلام بالنسبة للفئات. عندما نتحدث عن الفئات 11-12 او 13 يعني اي شيء في ال 11
12 13 فنتحدث عن فئه المكفوفين مكفوفين فقط. عندما نقول 20 فئه 20 فهي فئه الاعاقه الذهنيه. نعم. عندما نقول اي شيء فيه 30 فهي شلل دماغي 32 33 الى 38 فبيكون هذا شلل دماغي. 40. عندما نتحدث عن 40 فهي الفئات العضويه اللي فيها القزامه والبتر 41 40 41 42 44 46. نعم. هذه كلها فئات الاعاقه العضويه. وصلنا لل 50. اي رقم فيه 50 هي الاعاقه الحركيه، يعني نفس الاعاقات اللي انا واحمد عبيد الان على كراسي متحركه او على عكازات او على وسائل مساعده. فاي شيء فيه 50 هي الاعاقه الحركيه من 51 لغايه 58. نعم. وبالتالي هذا توضيح الان للمشاهدين، وبنرد نكررها ان شاء الله وبنعيدها لكم وبنبين لكم اكثر الفئات عندما نتحدث عن رقم فئه ماذا نعني بهذه الفئه. اكيد من خلال القناه دبي الرياضيه مشاهدينا الكرام، وايضا الا يمكن ياسين قدام التلفزيون بس صادين الصوب الثاني بس تسمعونا دائما. مثل هذه البطولات فيها اكيد المعلومه الجيده واكيد عندكم النقاط المهمه من هذه مثل هذه البطوله حتى تعرفون انواع الاعاقات وايضا كيفيه التعامل ايضا مع هذه الاعاقات وكيفيه ايضا يمكن التساهل من اجل اخذ ابنائكم اذا كانوا في البيت، كيف تساهمون هذول الابناء، كيف تدخلونهم في النادي، كيف تخلونهم يلتحقون بالنادي، كيف يوصلون الى مرحله انهم يكونون ابطال ويتواجدون نادي دبي للمعاقين، نادي الثقه للمعاقين، نادي العين للمعاقين، ايضا هناك من غير الـ نادي ابو ظبي، نادي ابو ظبي للمعاقين، نادي خورفكان، وفي خورفكان يعني. نعم. في الدوله تلفون بتحصلون انديه، بس شيلوا اولادكم تحطون اولادكم هناك عسى يدخلون. مايد من خلال تسجيل الابناء شوف لنا عبد الله خلفان المعد ماذني شو مثلا كيف الطلبات المعينه على اساس تقبلون مثلا هذا اللاعب. طبعا الانضمام لنادي دبي للمعاقين نحن نرحب باي من الفئات اللي احنا ذكرناها سواء كانت الحركيه، البصريه، السمعيه، الشلل الدماغي او الاعاقات الذهنيه بمختلف انواعها. طبعا ما في شيء مطلوب سوى الاوراق الثبوتيه الرسميه، صوره الجواز، صوره الهويه، وايضا التقارير الطبيه الخاصه باللاعب او اللاعبه. وطبعا نحن ناخذ ما بعد الثمان سنوات في عندنا في النادي، انما اقل عن ثمان سنوات يجب ان يكون برفقه احد ذويه او احد من اهله حتى يكون معاه لغايه ما يصل الى السن القانونيه للانضمام في النادي، لكن احنا ما نمانع اذا يحب انه يجي ويمارس نشاطه. ايضا هذه تقريبا ابرز المتطلبات، بعد ذلك يبقى هو او يسجل عضو في النادي وتستكمل اوراقه وفحوصاتنا نحن الطبيه عليه ويصنف ضمن اعاقه معينه، ومن ثم نفتح له البوفيه، يعني يختار الرياضه اللي يحبها، يختار الهوايه اللي يحبها، وعندنا اشياء مصاحبه اللي هي انشطه اجتماعيه وثقافيه طبعا في النادي مختلفه. ورش الفنيه والورش العمليه اللي متواجده، يعني دائما ما تحصل اللاعب فرحان او حتى اللاعب اللي تدخل النادي تيجي تسالهم تشوفهم فرحانين، شو اسمه الاعمال اليدويه موجوده، الفن، الرسم، الشعر، قراءه القران، حتى الدخول في مثلا مختلف موجود عند غير المعاقين موجود عند المعاقين، بس تعال دخل ولدك او بنتك وان شاء الله بدك تستفيدون. نحن نرحب فيهم طبعا عبر دبي الرياضيه ونقول لهم اللي عنده بطل مستقبل او بطله مستقبل كلكم عندكم ابطال في البيت انه ينضمون بسرعه لنادي دبي المعاقين، وبنعطيكم ايضا رقم التواصل اذا حابين تتواصلون طبعا 0429888205 وهذا الرقم بنحطه ان شاء الله على الشاشه دعاية. بعدين لا لا هذا دعايه شو بعد هذا نادي دبي للمعاقين حاط انك انا شركه نادي دبي للمعاقين وضمن انديه مجلس دبي الرياضي تابع لحكومه دبي نادي حضاري يمتلك عديد من المنشات وتحت امركم ونتمنى ان شاء الله ان يكونون عيالكم احد فرسان الاراده اللي يتشرفون برفع وحمل علم دوله الامارات العربيه المتحده ما بس في البطولات داخل دوله الامارات انما ايضا في البطولات العالميه. احمد تعرف شو يعني مشاعر اي لاعب او اي شخص يفرض على الناس ان تقف للسلام الوطني لدولته وان يوقفون ويشوفون البطل الجديد هذا القادم عندما تطلع رايه دوله الامارات في كبرى المحافل العالميه
والله يمكن انت عشت معانا وانا أكيد. اتحدث الان عن 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 تبادل هذه المشاعر أكيد. ما تستطيع تتمالك نفسك انك انت عنصر مؤثر في رفع علم دولة الامارات في محفل يضم 162 دولة صحيح. وانا اتحدث عن اكثر من 6000 او 7000 لاعب ولاعبة من مختلف بقاع العالم صحيح. فانا اعتقد انه يعني كل شخص الان ما له عذر بانه يعني يستسلم للإعاقة او يجعل منها تتغلب عليه، لا انت تتغلب عليها لانك في دولة الحمد لله رب العالمين وفرت كل سبل الحياة الكريمة لنا نحن من ذوي الإعاقة، وفرت لنا كل شيء نحتاجه. فاعتقد ان نحن نسينا الإعاقة، انا واحد من الناس اللي نسيت ان عندي هذه الإعاقة، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وانا يعني صابر عليه، لكن دولتي شيوخنا مسؤوليننا باللي قدموا لنا اياه والله ما نتذكر ان نحن عندنا إعاقة، بل نمشي على دروب التميز والإبداع دائما. احمد شام شيء انت؟ اكل يا اخي من ساعة ونحن ياسين، ومكان الاستوديو هذا مقصود يا جماعة الخير ترى عند عند الرقاق، والان بدأت طبعا فعاليات الرقاق نعم، بدأت التاوة تسخن وبدأت ما شاء الله الطباخات هناكي وبدوا الناس يسيرون. انا اشوف ترى انت تدري ان المصورين هدوا الكاميرات وساروا هناك والله، لكن ما مشكلة اعتقد بينا الخير نحن. انا اقول لك قبل لا نبدأ، انا اللي عارفه ان اللي متواجد معانا هني زميلة حنان البلوشي على اساس انه تسوي لقاءات، بس شكلها جلست في ركن الضيافة. حنان أنا اعتقد انا مو بهي اللي جالسه عند الجدر، ادري اعتقد ان هي اللي عند الجدر. حنان اذا راح تكون ان شاء الله متجوله في اروقه نادي الضباط، راح تتواصل مع ابرز الابطال وراح تتواصل مع ابرز فرسان الاراده والمسؤولين ونتحدث اكثر. نذكر مشاهدينا ومتابعينا ايضا في دبي الرياضه اللي يتابعونا ان شاء الله راح نكون معاهم على وان مباشره لنقل فعاليات اليوم الاول لبطوله فزاع الدوليه السابعه لالعاب القوى الجائزه الكبرى من ملاعب نادي الضباط. اليوم عندنا طبعا 42 مسابقه انطلقت منها بعض مسابقات الميدان في المقاطع المختلفه في الملعب، وننتظر الساعه الرابعه الان لتنطلق سباقات السرعه وسباقات المضمار اللي هي فيها الاثاره، ويمكن لو تجيب الكاميرا الان للمضمار راح نجد بعض اللاعبين بداوا عمليات التسخين من خلال الكراسي المتحركه او حتى من خلال الجري. ماجد ما ادري دائما يمشون هني يطالعون ويعطونك الاشاره اوكي ياشروا لك هي، بس تدري يعني هم متحمسين في نفس الوقت، الشيء اللي يحبون انه دائما ما كان الأضواء مسلطة عليهم. نعم والله العظيم من خلال الفيسبوك وحتى من خلال تويتر يتواصلون معي، متى بنطلع الهواء، الساعة كم بتكون البطولة، سويت لك ربع وايد على فكرة من ذوي الإعاقة يعني. دخلوا عندي يعني عارفيني بالاسم وعارفيني كشخصية، أحد منهم يمكن أنا أتأسف لهم أن في بعض الأحيان يمكن أمر عدالهم بس ما أعرفهم، ولكن الجميع على العين والرأس، متى تشوفهم ان شاء الله من خلال قناة دبي الرياضية بنحاول ان نسوي لقاءات للجميع، نسوي لقاءات اللي نقدر نشوفه من الامارات ايضا. كراسي السباق احمد لو نرجع مرة ثانية مخرجنا بس للكرسي هذا ناخذ لقطة بس نوضح للمشاهدين ما هو كرسي السباق. لو انتم ملاحظين الان هذا الكرسي يختلف تماما عن الكراسي العادية، يعني تكلفة الكرسي الواحد مثل هذا اللي تشوفون أمامكم في الشاشة تصل إلى 50,000 درهم يعني إماراتي، هذه تكلفة الكرسي الواحد. العجل اللي نحن نشوفه هو من الكربون الخالص، العجل الأمامي الطوق الأسود من الكربون الخالص، عملية الانسيابية في معدن التيتانيوم هو أخف المعادن وأقواها تقريبا في عملية قص الهواء، طبعا هذا يستخدم فقط للسباقات، جرت فيه عمليات تطوير كثيرة في تاريخ رياضة ذوي الإعاقة إلى أن وصل إلى الشكل اللي أنتم تشوفونه الآن. وليش أنا أتكلم أقول لك مكلفة جدا؟ لأن عملية التحديث والتطوير دخلت على هذا الكرسي أخذت سنوات كثيرة الحقيقة حتى يصل الكرسي تكلفته 50,000 درهم. يمكن نحن عندما نروح لبعض الرعاة والسبونسرز ونقول لهم أن تكلفة الكرسي بهذا السعر يقول لك معقولة يعني أنت شاري سيارة، لا هذا بالنسبة لذوي الإعاقة سباقاتهم أغلى عن السيارة أحمد. نعم. فهذه أيضا نحب نوضحها للمشاهدين، مثل ما أنتم شايفين هنا ثلاث عجلات انسيابية في قص الهواء، الطوق مثل ما احنا شايفينه كربون
وهذا لاعب الإماراتي خالد طبعا يستعد بابتسامته المعهودة دائما. وراح نشهد أيضا سباقات الميتين متر مشاهدينا متابعينا اليوم لفئات الأربعة وثلاثين وفئات الاثنين وخمسين وأيضا في فئات الثلاث وخمسين والأربعة وخمسين اللي هي الإعاقات الحركية والشلل الدماغي. طبعا نعم الانطلاقة الأولى الآن مثل ما احنا شايفين لفئة ال 33-34 أحمد نعم لمسافة ال 200 متر رجال واللي بتنطلق بعد لحظات الآن مشاهدينا حتى تبدأ معاها وتنطلق معاها الإثارة في الحارة هذه. راح نشاهد اللاعب الإماراتي خالد. إذا خمس يفترض أن في خمس متسابقين في هذه الفئة. خمس متسابقين يفترض أن يكونون في هذه الفئة مشاركين في هذه المسابقة. ولاعبين عندنا تقريبا ماجد في هذه المنافسة. نعم الستارت ليست عندي أنا هنا هناك خمس لاعبين هم يوسف محمد من نادي دبي للمعاقين وعندنا خالد الهاجري من قطر وعندنا أيضا جاسم أحمد من الإمارات من نادي دبي وأحمد المطيري من دولة الكويت وعندنا خالد اللي كان معنا قبل شوي في الحارة رقم 6 أيضا من نادي دبي من دولة الإمارات. هذا هو لاعبنا الصغير يعني هذا اللاعب لاعب الواعد هذا مواليد 2004 بالمناسبة ما شاء الله يعني تكلم عن 11 سنة لكن عنده حيوية أحمد وحماس في التدريب والبطولات راح نشوفها الآن مع الانطلاقة هذه. إذن متابعينا نستعد الآن لسباق ال 200 متر فئة ال 33 و 34 طبعا الدمج هنا ما بين فئتين للشلل الدماغي هم 33 و 34 وعندما نتحدث عن ال 34 نتحدث أيضا عن أن هذا السباق راح يكون قسمين أحمد يعني راح يكون القسم الأول هذين المتسابقين والقسم الثاني اللي راح يكونون فيه اللاعبي الكبار يعني هذا السباق مقسم إلى قسمين حسب مستوياتهم. نعم هذا المستوى الأول وبعدين المستوى الأقوى اللي بيكون بعد هذا راح يكونون فيه أيضا ست لاعبين. على فكرة هذا اللاعب اللي توه كان على الهواء لاعب منتخب الإمارات حاليا اللي يشارك أيضا ترشح لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في آخر مرة بالنسبة للشباب. أيضا ينطلق الآن مشاهدينا الكرام السباق وانطلاقة قوية أحمد ما شاء الله من متسابق الإماراتي أيضا يوسف وجاسم في الحارة رقم 4 نشوف الآن التنافس القوي ما بين أحمد اللاعب الكويتي وأيضا خالد عبدو اللاعب الكويتي أيضا هو اللاعب الذي يستعد لأولمبياد لندن هذا اللي واضح أمامنا. أحمد المطيري اللاعب الكويتي ينطلق ويحقق المركز الأول يعني بسهولة وأريحية. اللاعب لاعب عالمي هو طبعا هذا اللاعب خالد يحتل المركز الثاني وتنافس قوي في المركز الثالث ما بين اللاعبين حمد القطري ويوسف بالرغم من أنه يعني كان آخر واحد ولكن شوف الاثنين مهما كانوا بعد في الأخير ولكن لا زالوا يتنافسون للنهاية وممكن على فكرة نحن وانت وين يالسين في نهاية ال 100 متر نعم. ممكن تحصل واحد داخل عنا الاستوديو هذا ترى يا ساتر أنا لين الحين قلت لك أول ما بدينا لنشوف الدخول عندنا مرة واحدة الآن مشاهدينا متابعينا الجولة الثانية من نفس السباق للاعبين النخبة الآن العالميين واللي أيضا معاهم أبطال أكيد الحين الاستعداد للسباق الثاني هذه الفئة الآن تسخن أحمد نعم يلفون كم لفة تقريبا التسخين أنت مسموح لك تلف لفة واحدة لأن إذا عندك منطقة أحماء خارج الملعب فيعطيك الحكم لفة واحدة على السريع وتوقف على نقطة البداية إذا ما كان في ملعب أحماء أكيد أنه يجعلك تسخن شوية اللي واضح ما في الصورة الآن اللاعب وليد كتيلة البطل نعم. الذهبي التونسي. الأولمبي التونسي الذي أحرز ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في لندن مايد نحن بنكمل عند وليد أكيد بس على الجهة الأخرى هناك الزميلة أيضا
حنان البلوشي قبل لا نبدا السباق على السريع، نسير عند حنان ونرجع مره ثانيه. تفضلي. شكرا احمد. طبعا متواصلين معاكم في بطوله فزاع الدوره السابعه بهالاجواء الجميله. معاي الحين ناصر القحطاني مدير اداره منتخب السعودي، خبرني اكثر عن تجهيزاتكم لهالبطوله. والله الحمد لله، اول شيء اشكر اللجنه البارالمبيه الاماراتيه على التنظيم، واحنا ان شاء الله جينا البطوله هنا في استعداد ان شاء الله نحصل على ارقام تاهيليه في الى بطوله العالم في قطر والى ريو 2016 باذن الله ان شاء الله. طيب كم لاعب مشترك معاك بهالبطولة؟ عدد اللاعبين 10 لاعبين من جميع الإعاقات الأربع اللي هي شلل دماغي وبصرية وحركية وذهنية. نتمنى لكم كل التوفيق بهالبطولة إن شاء الله. شكراً شكراً. أحمد أرجع لكم للاستوديو، طبعاً عقب شوي بتشوفوني في القسم التراثي إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً حنان، أكيد نترياك في القسم التراثي. مايد من ساعة أشوف قاصة تلمض العوزيتني. عموما أعزائي المشاهدين، نحن أكيد أنا طلبت منهم، ما أدري بعبد المجيد إذا بيجي، بس رجعنا مرة ثانية ولوليد كتيلا اللاعب التونسي البطل الأولمبي أكيد متواجد ديانا على الخط. خلينا نعرف بس أكثر المشاهدين عن هذا السباق، راح يكون في 6 لاعبين: راشد الكبيسي من قطر، محمد القائد البطل الأولمبي الإماراتي، نعم، العالمي في الحارة رقم 3، وليد كتيلة صاحب الميدالية الذهبية في لندن في الحارة رقم 4، بويان ميتيك السويسري في الحارة رقم 5، ستيفان روتش الهولندي في الحارة رقم 6، وبن رولينج البريطاني في الحارة رقم 7. مشاهدينا، هي أقوى سباقات فئة الشلل الدماغي للكراسي المتحركة. راح نتابع الآن 6 متسابقين من نخبة العالم، ويمكن كلهم شاركوا في الألعاب البارالمبية كأنها بطولة لندن مصغرة، تعاد هنا. نعم. والبطلين موجودين الأول والثاني، وليد كتيلة ومحمد القايد. لا، وبشرك الثالث والرابع بعد موجودين. كلهم موجودين. هذه مسابقة قوية جدا، يعني راح نعيشها معاكم. نعم. 200 متر هي مسافة السباق لفئة الشلل الدماغي. الاستعداد والانطلاق الحين مايد، راح نشوف الانطلاقة هذه وأيضا الضرب بقوة على الويلتشير. نعم. من أجل سريع الانطلاق كعادته أحمد. نعم. وليد كتيلة كعادته ينطلق في البداية، الهولندي يتأخر الآن، وجود الرياح الآن شايف في النهاية راح تأثر أكيد على اللاعبين. إذا وليد كتيلة ينطلق، محمد القايد الآن خلفه مباشرة، وليد. نعم. البطل الذهبي الأولمبي يحرز المركز الأول، محمد القايد المركز الثالث، أعتقد الهولندي هو اللي دخل، ستيفان روتش في المركز الثالث. إذا هذه اللقطة الآن لوليد كتيلة اللاعب التونسي الذهبي صاحب ذهبية أولمبياد لندن، وخلفه زميله وشقيقه اللاعب الإماراتي البطل أيضا محمد القايد الذي رسم البسمة على شفاه كل الإماراتيين والمقيمين عليها في 2012. عندما نعم عندما رفع علم دولة الإمارات مرتين في أولمبياد لندن هناك في الألعاب البارالمبية. هذا وليد كتيلة التونسي الآخر الذي يعني شرف العرب الحقيقة في تلك البطولة. النتائج النهائية أحمد طبعا بتوصلنا عبر يعني اللجنة الفنية ومن خلال مخرجنا، لكن اللي وضح أمامنا أن الدخول الثالث كان تقريبا لستيفان الهولندي. الهولندي مايد، يمكن وليد كتيلة يبغي يعرف أيضا معلومات اللي عرفنا بأنه مواليد بطولة فزاع، لما نعم. دخل هني وبدأ التألق في هذه البطولة وبدأ يسطع نجم هذا المتسابق في بطولات فزاع، بعد ذلك تصدر إلى البطولات العالمية والأولمبياد. أكيد هذا واحد من الناس اللي بدأ مشوارهم من بطولات فزاع، حتى عشان أقول لك أن هي البطولة هذه يعني ولدت نجوم وأخرجت أبطال عالميين الحقيقة للعالم. واحد منهم وليد كتيلة، واحد منهم محمد القائد، وكثير من اللاعبين أيضا الألمان السويسريين، فريق سيدات كامل بدأ من 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 فزاع أيضا في النسخة الأولى. وبالتالي يعني إحنا هذه البطولة يمكن كثير من الناس يدينون لها بالولاء، أن بداياتهم كانت أو يتكلمون عنها حتى في البيوغرافي مالهم او في الهيستوري مالهم، ان بداياتنا كانت من بطوله فزاع. استعداد السيدات ايضا ماجد من اجل خوض منافسات 200 متر للسيدات. اكيد في 4 لاعبات راح يكونون هنا من هولندا وايضا من بريطانيا، ولاعبه ايضا من نيدرلاند
هي هولندا ايضا، ويعني لاعبتين مسوين بريطانيا وهولندا هم اللي داخلين في هذه المنافسة. يمكن يقول لك كيف داخلين لاعبتين من هنا ولاعبتين من هنا. هذه طبعا فئة الشلل الدماغي، عادة فئة الشلل الدماغي ما فيها أعداد كبيرة جدا حول العالم بالنسبة للسيدات. الفئة اللي شفناها قبل شوي الشباب، هذه فئة السيدات بنفس الإعاقة، شلل دماغي 34. يمكن اللي يتميزنا الآن في الفترة هذه أو المشاركة هذه هم اللاعبات الهولنديات والبريطانيات، وهناك أيضا بعض اللاعبات من سويسرا بس ما تتواجد يمكن اللاعبة لظروف في هذه البطولة. على العموم ديزاير فرانكينج الهولندية في الحارة رقم 3، كارلي تيت البريطانية في الحارة رقم 4، أمي سيمسون من هولندا في الحارة رقم 5، وهنا كوكروف البريطانية في الحارة رقم 6. طبعا الحكم يطلب الهدوء هنا قبل الانطلاقة. وطبق أحمد مثل ما ذكرت أنت في البداية كل قوانين الدولية في مجال ألعاب القوى، مع بعض طبعا التعديلات الخاصة بذوي الإعاقة وخصوصية مسابقاتهم. يعني إذا كان مثلا بعض الإعاقات شلل دماغي ما يستطيع أن يسمع، فيستخدم بالإضافة إلى المسدس يستخدم العلم حتى يشير إلى، ومو بعلم واحد، يعني إذا كان اللاعب في حارة بعيدة عن الحكم لابد أن أكثر من علم ينزل ويعطي الإشارة للشخص اللي ما يسمع، لأن حتى المسدس ما يسمع. إذن وينطلق الآن السباق الثالث لهذا اليوم، وأيضا هو للسيدات، الكراسي المتحركة في سباق الميتين متر. وصولهم آخر 100 متر، كل واحد يشد حيله حاليا الضرب بقوة من أجل الوصول، ولكن هذه اللعبة يمكن بفارق مريح تصل إلى المركز الأول. هذه على ما أعتقد الديزاير الهولندية هي في المركز الأول، 121 رقم 121 عفوا. البريطانية هنا كوكروف طبعا كعادتها، هذه اللاعبة يعني مخضرمة، أو لاعبة عندها مثل ما تقول مش مخضرمة في السن، إنما هي تحب هذه الفئة وتحب هذا النوع من السباقات. هنا كوكروف من بريطانيا ينتظرها أيضا مستقبل واعد، على اعتبار أنها هي من مواليد 92، يعني بعدها أيضا تستعد في هذه البطولة في بطولة فزاع بأن تتأهل إلى بطولة العالم القادمة في قطر أو دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو في البرازيل 2016، فهذه محطة مهمة لها بطولة فزاع. ماجد شو تطلع الأهم، لبطولة العالم أم الأولمبياد؟ لها الأولمبياد طبعا، الأولمبياد طبعا هي يعني قمة الرياضة بالنسبة لذوي الإعاقة وبالنسبة لكل الرياضات حتى من غير ذوي الإعاقة. الدورات الأولمبية والدورات البارالمبية هي القمة التي ينتظرها كل رياضي وتنتظرها كل دولة للتمثيل كل 4 سنوات. لكن طبعا تدخل في 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 خلال السنتين الفاصلة ما بين الأربع سنوات بطولة العالم من خلال يعني التقاء للعبة واحدة هي ألعاب القوى فقط. نحن نتحدث عن ألعاب البارالمبية فيها 20 رياضة ما بين فردية وجماعية. هنا خلونا نتحدث شوية مشاهدينا ونعود بالتاريخ لورا معاكم شوي، لأن هذه المسابقة تحمل لنا خصوصية الحقيقة لابد أن نذكرها على الهواء مباشرة لمشاهدينا ومتابعينا في دبي الرياضية. هذه الفئة القادمة هي فئة 51 و52 لإعاقات الحركية، يعني الأقل قوة من الناحية البدنية والجسدية. لكن في هذا السباق تشهد عودة بطل الإمارات الذي أحرز الميدالية الفضية في سباق 400 متر في دورة الألعاب البارالمبية في سيدني سنة 2000، هو اللاعب نصيب عبيد. نعم تتذكر أحمد؟ أكيد نصيب عبيد، مو بأخوه أحمد عبيد، لا 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 إيه؟ نصيب عبيد. نصيب عبيد في سنة 2000 في أولمبياد سيدني حقق الميدالية الفضية لمسابقة 400 متر، ويومها الحقيقة الإمارات دخلت التاريخ من خلال أول ميداليات تحقق على المستوى البارالمبي، كانت في سنة 2000 في سيدني. اليوم يعود نصيب عبيد قبل فترة قصيرة للرياضة من خلال عودته للتدريبات في نادي دبي للمعاقين، وعودته للمضمار اللي يعشق الحقيقة وترك لظروف الحقيقة يعني صعبة جدا على
هذا اللاعب. إذن نتابع ونشاهد عودة اللاعب الإماراتي الأولمبي نصيب عبيد مع إخوانه في هذه المسابقة. ونتحدث عن نصيب راح يكون في الحارة رقم 2. المخرج لو جيب لنا إياها هي أول حارة هذه 2 عندنا نصيب عبيد اللي يستعد الآن ويسخن. بيتر جايين البلجيكي في الحارة رقم 3 وبيت بويتش السويسري في الحارة رقم 4، ستيفن أوسبورن البريطاني في الحارة رقم 5، وفي الحارة رقم 6 روني زيسمير من ألمانيا، والحارة رقم 7 للياباني أكيكوزو نودا. يعني أنا بس أحفظ هذا الاسم تعرف من الساعة 1 الظهر، من الساعة 1 الظهر عشان أجيب على الهواء أكيزوزو. بعد غلطت الحين تدري نودا. هذا اللاعب نصيب عبيد البطل الإماراتي اللي تشرف برفع علم دولة الإمارات عام 2000 هناك في سيدني الأسترالية في دورة الألعاب البارالمبية، وهذا السباق يعتبر العودة الأولى لنصيب إلى المضمار وإلى عشقه الكرسي المتحرك كرسي السباق. خلونا مع هذا السباق طبعا. نعم مايد يمكن هذا اللاعب نصيب نعم. عبيد أخذ مختلف الهوايات، يعني هو يمكن أول واحد من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات يقفز مع من السكاي دايف. في السكاي دايف قفز بالمظلة، دخل في رياضات وهوايات أخرى ورجع مرة ثانية لمعشوقته رياضة السرعة. شاف أن الكرسي على الأرض أأمن شوية، هذاك يروع وايد يوم نقز من المظلة تروع، قال لا أنا مالي في السوالف خلني أرد على الكرسي لأنه يمشي على الأرض. بس تجربة حلوة يعني آخره يبنشر التاير. لا أكيد تجربة حلوة لأن فرسان الإرادة تدري يعني عندهم هذه النزعة. وبالمناسبة نصيب عبيد كان أيضا من الأوائل اللي يعني قفزوا بالمظلات، لكن هناك مجموعة من ذوي الإعاقة أيضا عملوا هذه الرياضة مع سكاي دايف، إزاهم الله خير مشكورين. نعم. وأي واحد يعني كانت عنده الرغبة من ذوي الإعاقة وعند القلب طبعا قبل الرغبة. يعني شو رأيك أحمد نسير أنا وأنت سكاي دايف نسوي لنا جمب؟ أنا حاب هذا الموضوع وعطوني موعد، لكن كنت في إجازة سنوية، كل ما يعطيني موعد أكون في إجازة سنوية. إجازة سنوية أو في طبيب أسنان هذا ما قفز مظلات. إذن نتابع مشاهدينا عبر دبي الرياضية السباق القادم لفئة 51-52 سباق 200 متر رجال، وهو سباق نهائي طبعا ما في تصفيات، بمشاركة 6 لاعبين في هذه المسابقة يتقدمون. ليش يكون نهائي؟ لأن في بعض المسابقات فيها تصفيات ونهائي، فهذه لأن العدد الآن 6 لاعبين فهو نهائي على طول يعني. إذا كان اللاعبين أكثر عن 8 يعمل تصفيتين نعمل ونأخذ بعدها النهائي. استعداد الأخير قبل الانطلاق، هذا الحكم أيضا متواجد من أجل أن يستعد اللاعبين من أجل هذه الانطلاقة إن شاء الله. كل التوفيق لنصيب عبيد العائد لمعشوقة رياضة السرعة على الكراسي المتحركة و 200 متر بحول الله. ننتظر التشويق والإثارة. مشاهدينا الكرام ما زلنا على قناة دبي الرياضية وأيضا متواجدين في نادي ضباط الشرطة، تعالوا عندنا والانطلاقة. إذن الانطلاقة يعني هذه الفئة أحمد فئة 51-52 مثل ما قلت لك أقل الفئات شوية من ناحية القوة العضلية والجسدية، فتجد انطلاقتها بطيئة شوي، لكن بعد ذلك يزيد الرتم وتزيد السرعة مثل ما احنا شايفين الآن بدأت الانطلاقة أقوى شوية، وفئة 52 يتفوق أكيد على 51، والمركز الأول واضح للاعب أعتقد بيت السويسري هذا في الحارة رقم 4، بوتش السويسري هو اللي حقق المركز الأول. خلونا نتابع المركز الثاني، أعتقد المركز الثاني لمصلحة اللاعب الإماراتي نصيب عبيد في المركز الثاني، والثالث لروني زيسمير الألماني. الياباني أيضا كان حاضر أكي كازو نودا اللي أحرز المركز. هذه الإعادة للبطل بيت بوتش السويسري لأنهى السباق لمصلحته في المركز الأول. يعني أحمد فئة 52-51